بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني أبناء وبناتي نتكلم النهاردة على الهيستولوجي of the pancreas. البنكرياس عبارة عن mixed endocrine و exocrine gland. في exocrine وفي جزء endocrine بيشتغلوا مع بعض. بيعمل ايه؟ هو عبارة عن accessory gland في الدايجستيف تراكت، بتساعد على عمليات مختلفة في الدايجستيشن وتنظيم الدايجستيف تراكت. التكوين بتاعه مش غريب، حاجة بسيطة خالص، عبارة عن ستروما وبارينكيما. الستروما بتاعتنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجة من الكونكتيف تيشو، جزء من الجلاند بتكون من كونكتيف تيشو، في كبسول بتكون ثين كبسول، معاه في كمان ترابيكولي. الترابيكولي اللي هي بتقسم الجلاند الى لوبس او لوبيولز. كمان في ريتيكولار كونكتيف تيشو بيبان في الخلفية بالصبغة المناسبة بتاعته. عندي في أسيناي، وأسيناي قلنا دي عبارة وحدة إفراز، عبارة عن أسينس. الأسينس دي عبارة عن مجموعة من السيلز بتبقى عاملة شكل كده سفيريكال، وليها أنوية بتبقى سنترال كبيور سيرس جلاند. بتبقى الأسيناي دي عبارة عن سيرس جلاند ومعاها ضغط، لأنها ده الجزء الإكسوكراين. وبعدين في جزء الاندوكراين بتاعنا اللي هو الايلتس اوف لانجرهانز، الايلتس اوف ايه؟ لانجرهانز. دي اللي بتطلع لنا الهرمونز، هنقول عليهم بعد شويه في حالا دلوقتي. ده شكل عام للبنكرياس. بص معايا كده، لما تشوف المنظر ده هوت، الاسيناي واخده اغلبيه الشكل، اغلبيه الشكل المكان الاريا اللي قدامي اغلبها واخداها اسيناي. كل دي ادي واحده مثلا، وادي جنبها واحده تانية وثالثه وعشرة الاف وملايين الاسيناي جنب بعضهم بالشكل ده. اما الايلت اوف لانجرهان دايما بتبان على شكل ايه؟ حته بتبقى دايما الستيننج بتاعها بالاتش اند اي بتبقى فاتحه شويه، وبتلاقيها دايما مركزه ناحيه التيل اوف ذا بانكرياس. اما الاسيناي دي فدي وحده اللي هي الاكسوكراين بنكرياس اللي بتطلع لنا البنكرياتيك جوس او السكريشنز. الاكسوكراين بنكرياس قلنا ده بيور سيرس جلاند. فاكرين سيرس جلاند يعني ايه؟ سيرس ليها شروط، ليها شكل مميز. بتطلع اولا شكل السيلز بتاعتها بتكون بيراميدال ان شيب، ليها شكل مميز، بتبقى فيها بولاريتي عاليه. بولاريتي يعني الراس الخلية غير البيز بتاعها، والابكس بتاعها بيكون دايما اسيدوفيليك والبيز بيكون مور بيزوفيليك، وليها سنترال راوندد او سفيريكال نيوكليي. السيلز ديت بتبقى ليها بروتين سكريتينج اكتيفيتي عالية جدا، بروتين سكريتينج اكتيفيتي. ولما اقول كده يعني معناها ايه؟ معناها ان السيلز دي لما اجي اشوف الاستراكشر بتاعها بالالكترون مايكروسكوب الاقي فيها الريبوسومز كتيره قوي، الريبوسومز والراف اندوبلازميك ريتيكولم والجولجي ابريتس، ثلاثه دول هم اللي بيعملوا لنا المكنه بتاعه البروتين سينثيسيس. اما بعد كده بتلاقي كمان فيها بعض الزايموجين جرانيولز. الزايموجين جرانيولز اللي فيها تتناسب طرديا مع الاستارفيشن. يعني ايه؟ كل ما يكون في الانسان مش بياكل كتير كل ما تزيد في الجرانيولز، الزايموجين جرانيولز اللي في البنكرياس. ليه؟ لانها بتشتغل مع الدايجيشن، فلما الواحد ياكل بتتحرك وتنزل مع الدايجستيف جوس، مع البنكرياتيك جوس. فلما الواحد ياكل تقل، ولما يصوم تزيد. ان شاء الله في رمضان تبقى تزيد عندنا شويه الزايموجين جرانيولز. كذلك التريبسينوجين والكيموتريبسينوجين دي كلها انزيمات بتطلع من البنكرياس. التريبسينوجين والكيموتريبسينوجين والكاربوكسي بيبتيديز والديزوكسي نيوكلييز دي كلها انزيمات بتساعدنا على الدايجيشن في طيب هنا الاكسوكراين جلاند عباره عن ايه؟ قلنا ده في اتنين، خلي بالك في حاجه بتتحكم في الاكسوكراين بنكرياس،
في كنترول. الكنترول ده عبارة عن ايه؟ هرمونات بتطلع من الانتيرو اندوكراين سيلز. لما تيجي تشوف الانتيرو اندوكراين سيلز ديت في الدايجستيف تراكت هتلاقيها بتطلع لي اتنين هرمونز، حاجة اسمها السكرتين وحاجة اسمها الكوليسيستوكاينين. السكرتين بيعمل لي بيخلي البنكرياتيك سكريشن يبقى فيها فلويد كتير وانزيمات قليلة، الانزيمز بتبقى قليلة والفلويد بتبقى كتير، تركيز الانزيمات فيها قليل. اما هرمون تاني اسمه الكوليسيستوكاينين فده يعمل لي البنكرياتيك جوز تبقى الفلويد بتاعها قليل بينما الانزيم بتاعها يبقى العكس، يبقى فيها كتير انزيمات. الاثنين دولت بيطلعوا منين؟ من الديودينال انتيرو اندوكراين سيلز. ده التحكم في الاكسوكراين بنكرياس. البنكرياتيك داكت بقى احنا طبعا ده جزء اللي هو الاكسوكراين، فلازم يكون في قنوات او داكت سيستم عشان يوصل السكريشن برا البنكرياس. زي ما انت شايف كده، بص معايا هتلاقي الداكت سيستم بيبتدي من جوه لبرا. من جوه فين يعني؟ اقصد من الاطراف، من عند الاسيناي هتلاقي الداكت سيستم في الاول بيكون فلاتند قوي وسيلز رفيعه، وكل ما تطلع داكت من مستوى البعيد تقرب شويه للسنتر وبعدين يطلع بدكت اكبر يجمع مع دكت اكبر لحد ما توصل للمين بنكرياتيك دكت. المين بنكرياتيك دكت بتبقى اكتر حاجة او اطول ستراكشر فيها كتير، هو المين بنكرياتيك دكت بتبقى سودو ستراتيفايد كولامنر ابيثيليوم زي ما انت شايف كده. السودو ستراتيفايد كولامنر ابيثيليوم ومعاه جوبلت سيلز، ده اللي هو بيجوين البايل داكت عشان يفتح في الأمبولة أوف فاتر في الديودينا زي ما بنشوف في الأناتومي. أما بقية الداكت شكلها إزاي؟ زي ما قلت لك من الأطراف تبقى بعيد، تبقى الداكت عبارة يا دوبك سكويمس رفيع قوي، ودي في البنكرياس تختص فيها البنكرياتيك سيلز بخلية مميزة اسمها سنترو أسينوز سيلز. سنترو أسينوز يعني إيه؟ لما أنا قلت لك من شوية بنرسم الأسينوس كده، بص معايا الاسيناي اللي هي سيروس اسيناي، لما خدنا الاسيناي اهيت السيروس اسيناي هتلاقيها الاغلبيه التيشو بتاع البنكرياس سيروس اسيناي، والنيوكلياي بتاعتها زي ما شفنا في الصوره بتعمل كذا كذا كذا. السنترو اسينوز دي فين؟ دي بتلاقيها جوه هنا نايمه جوه خالص، ودي مش موجوده غير في البنكرياس بس. عشان نميزه ما بين ايه وايه، قلت قبل كده نميزه عن الباروتيد جلاند، لان الباروتيد جلاند هي عبارة عن اكسوكراين جلاند خالص، لكن من كتر ما هي متشابهة مع البنكرياس لان هو برضو بيور سيروس الجزء اللي فيه، لكن في شوية ايلتس صح بتوع اندوكراين، لكن بنقارن علشان نميز نفصل بينه وبين الباروتيد لان في تشابه كتير، اغلبية البنكرياس مشابه للباروتيد جلاند. هنعمل تيبل حالا ونقارن بين الاثنين. عندي دي اللي هي اول دكت، تاني دكت اللي هي الانترا لوبيولار دكت، اسمها بيقول انها ماشيه جوه اللوبيول، ما هو الفص الصغير اللي هو اللوبيول. دي بتبقى ممكن برضو سكويمس او لو كولامنر. بعد كده الانتر لوبر تبتدي تعلى شويه، بتبقى من كيوبيكال الى كولامنر لحد ما تطلع تجمع مع بعضها ما بين اللوبس، تجمع السكريشن وتطلع لنا بالمين بانكرياتيك دكت زي ما قلنا عليه. ادي شكل الايلتس اوف لانجرهانز بقى، الجزء اللي هو الايه الاندوكراين. الاندوكراين بارت هنا الايلت شكلها بيبان او شوف خفيفه ازاي في الستيننج، تلاقي حته بقره كده حوالي في حدود 200 مايكرومتر او في الحدود ديت في المتوسط، مليانة بالسيلز اللي هي الاندوكراين سيلز، ومعاها مين كاندوكراين جلاند لازم يبقى فيه شوية فينستريتد كابيلرز عشان تسمح بمرور الهرمون من الجلاند الى البلط. السيلز اللي جوه دي بتطلع لنا هرمونز بتكب السكريشن دايركتلي في البلط، والايلتس دايما الاقيها متركزة دايما في التيل اوف ذا بنكرياس اكتر. طيب
الايلتس زي ما قلت الدايمتر قول من 100 صغيره الى 200 كبيره شويه، بتبقى دايما بتبقى اوبزيرفد ما بين الاسيناي وبتركيز اكتر في التيل البنكرياتيك تيل. وعندي في اربع انواع من السيلز في الاندوكراين بنكرياس او الايلتس، الاربعه دولت هنشوفهم في التيبل حالا بالحروف الابجديه الالفا والبيتا اي وبي ودي دلتا واف الاخيره او البي بي سيلز. تعال بص معايا كده تيبل مهم ده عشان نفهم البنكرياس ما نسويش ابدا بعد كده. المنظر اللي قدامي بي 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 بيلخص السيلز اللي موجودة في البنكرياس. مش عارف اقعد فين في التيبل، نقعد هنا كويس تمام. طيب عشان ما نسحنش الدنيا بص معايا كده هتلاقي الالفا سيلز دهيت هتلاقيها عددها حوالي 20% ودايما تسكن في البريفري اوف ذا ايه، بتقعد في الاطراف بتاعه الايلت، الايلت اوف لانجرهانز كبيبه كده حته كتله في زي ما شفنا هي بتبقى في الاطراف بتاعتها اللي هي الالفا سيلز او الاي سيلز. اما البيتا فبتبقى 70% كتير، الاغلبيه هي الماجوريتي اوف ذا ايلت بتبقى البيتا سيلز اللي بتطلع لنا الهرمون العظيم اللي هو الايه الانسولين. الانسولين اللي هو السبب الرئيسي في مرض الدايابيتس او الفاكتور الاساسي في علاج الدايابيتس. الانسولين بيساعد على حرق البلاد شوجر، بيدخله بياخده من البلاد يدخله جوه السيلز عشان الجسم يحرقه. اما الالفا سيلز اللي فوق اللي قلت عليها من شويه فدي بتطلع لنا الهرمون الجلوكاجون. الجلوكاجون بيعاكس الثاني يساعد على تحليل الجلايكوجين، يفك الجلايكوجين يزود بيه البلاد شوجر، يعمل العكس فيزود لي البلاد شوجر. طب مين الدلتا سيلز بقى؟ دي بقى حاجه غلبانه صغيره خالص من 5-10% ودي بتبقى البوزيشن بتاعها في الايلت في اي مكان، بتلاقيها في قاعده في اي حته وبتتصبغ بالسيلفر او بالايمينو ستيننج ايمينو هيستوكيمستري، يصبغ اي حاجه من دول على فكره الايمينو هيستوكيمستري، وهو النهارده اللي بيعتمد عليه اكتر من الصبغات الثانيه في الهيستولوجي بصفه عامه. وعندي الهرمون البرودكت بتاعه بيطلع لي السوماتوستاتين، والسوماتوستاتين ده ليه كذا افكت، منه انه بينهبت الاذر هرمونز وبينهبت الجروث هرمون، بيشتغل ليه وظائف مختلفه عن الباقي. اما الاف سيلز دهيت فهي بيسموها الاف او البي بي سيلز. البي بي سيلز عباره عن سيلز بتبقى الماينوريتي، اقل عدد من السيلز، مكانها في الايلت بيبقى مختلف من اي حته تلاقيها مفيش مشكله. الستيننج بالاميونو برضو اميونو سايتوكيمستري بتطلع لي البي بي البانكرياتيك بوليبيبتايد. البانكرياتيك بوليبيبتايد بيعمل لي حاجتين، بيزود الاكتيفيتي بتاعه التشيف سيلز بتاعه الاستومك، يقوم يزود السكريشن بتاع البيبسينوجين يطلع كتير منها. وحاجه الثانيه تقوم تقلل الانتستينال موتيليتي تمام، وبتقلل السكريشن بتاع البايل. ده الافكت بتاعها بالاضافه لحاجات تانية مش مهم قوي نركز عليها. دي سيكشن ده انا كنت عامله في بحث قديم عندي، كنت في عاملين بحث هنا هوت. البحث ده كنا بنصبغ السيلز بتاعه البنكرياس، في بنشوف بندرس حجم الايلتس اوف لانجرهانز وعدد السيلز اللي فيها. فتشوف هنا هتلاقي ديت اللي هي البيتا سيلز، الفيجر A اللي هنا دهيت فيها انا سبقت فيها بالانتي انسولين انتي بودي، جبنا الانتي بودي بتاع الانسولين وصبغنا بيه البيتا سيلز. هنا هتشوف فيها البيتا سيلز معموله باللون الايه البني، وزي ما انت شايف هي طبعا اغلبيه واخده بنقول حوالي اكتر من 70% او اكتر
بتنتشر في السنتر اكتر من الاطراف. اما البي الدياجرام بتاع او الصوره بتاعت بي فعملنا بالانتي جلوكاجون انتي بودي وطلعت لنا السيلز اللي هي مين بقى الانتي جلوكاجون، يطلع لي البيتا سيلز، يطلع لي العفو الالفا سيلز البنكرياتيك ايلت، تبان لي دايما فين في الاطراف زي ما انت شايف كده، في طلعه في مركزه في الاطراف من بره. طلعنا بالانتي جلوكاجون انتي بودي بتبين لي الايه البوزيتيف سيلز بتاعه الالفا سيلز واللي هي بتطلع الجلوكاجون، دايما تتركز في الاطراف بتاعه الايه الايلتس. طيب تعال بقى للتيبل المهم دوت، المقارنه اللي قلت لكم عليها، نقارن بين البنكرياس والباروتيد. بص معايا كده، خافش من الموضوع، حكايه سهله جدا زي ما انت شايف. الايلت عفوا البنكرياس والباروتيد. البنكرياس طبعا ده حاجه ميكسد جلاند، بيبقى فيه اكسوكراين واندوكراين لسه بنقول عليه. اما الباروتيد فدي بتبقى اكسوكراين بس. الكبسول والترابيكولي الحته بتاعت الكونكتيف تيشو بقى اللي هي مع الجلاند، مين ادخل من مين؟ البنكرياس بتبقى الكونكتيف تيشو قليل، فين كبسول رفيع دايما، والترابيكولا بتاعته خفيفة. اما في الباروتيد تبان الترابيكولا تخينة، تخين، والسبتة بتاعته بتبقى برضو كونكتيف تيشو فيه كتير. الدكت سيستم في قنوات ولا مفيش؟ الدكت سيستم بتاع البنكرياس بيبقى فيو قليل، ما تلاقيش فيه دكت كتير، وإن لقيت تلاقي السيلز بتاعته يا إما سيمبل، دايما تكون سيمبل، سيمبل سكويمس، سيمبل كولامنر، سيمبل كيوبيكال، وعددها قليل. أما هنا في الباروتيد فتبان تبقى ويل ديفلوبت كتير، وتلاقي بعضها ستراتيفايد. الايلتس اوف لانجرهانز طبعا دي هنا موجودة، في الباروتيد مش موجودة خالص. السنترو أسينوس سيلز اللي قلت عليها من شوية تبقى موجودة في البنكرياس ومش موجودة في الباروتيد. الفات سيلز مقصود بيها مش في الجلاند نفسها، انا اقصد بيها انها موجودة مع الكونكتيف تيشو. تلاقي دايما لما تلاحظ ان تبص على سكاشن الباروتيد جلاند هتلاقي الكونكتيف تيشو بتاعها غني بالفات سيلز، فهنا مفيش فات سيلز، هنا دايما بتبقى فيها كتير. اشكركم، شكرا ابناء الاعزاء لحسن استماعكم، ونشوفكم على خير ان شاء الله في محاضرة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.